ضمن سلسلة اللقاءات التي تجريها الحرة مع المشاهير لرصد يومياتهم في الحجر الصحي، تنضم إلينا عبر خدمة سكايب من بيروت المطربة فلة الجزائرية. مرحبا بك معنا في نشرة العاشرة على قناة الحرة. بداية، صح فطورك وكل عام وأنت بألف خير، واشتقنا لهذه الطلة الجميلة. صحة شريفتك وتحياتي لك ولكل مشاهدين قناة الحرة. سونيا، نعاد عليكم بالخير، رمضان كريم إن شاء الله، ويكون أكرم إن شاء الله يا رب، إنه يعني أسلم على كل الجالية سواء في الولايات المتحدة، أحبابي هم كتار، عندي أصدقاء كتير هناك، وإلى كل الجمهور والشعب داعية من الله عز وجل أن يدفع هذا الوباء في أقرب فرصة إن شاء الله. إن شاء الله. فلة، كيف تقضي فلة الجزائرية يومها في الحجر الصحي؟ الحقيقة إنه تعرفي إنه بين يعني عندي مطبخين، بين الطبيخ وبين الألحان، وأكتب يعني محاضرة أشياء جديدة إن شاء الله. وبالإضافة إنه أنا بيتوتية، يعني ما هيش غريبة كتير عادية، الشيء الوحيد مزعج إنه ما فيش طيران عشان أروح الجزائر. بس يعني هذه من الحاجات اللي افتقدتيها هي الطيران. هل هناك أشياء أخرى في الحجر الصحي تأثرت بها؟ أكيد متأثرة، لأنه أنا يعني متابعة، عندي أصدقاء صديقات في الإعلام، وجه تحية إلى كل الإعلام والإعلاميين اللي هم جنود بحد بجانب الملائكة اللي هم في قطاع الطب. فعلا يعني أنتم الإعلاميين أعطيتونا كل الأخبار، وأعطيتونا كل ما فنتابع يعني الأخبار، بين الأخبار وبين أكيد إنه صديقاتي اللي هم في بكين، وجهلهم تحية في تلفزيون هناك. فكانت عندي كذلك قبل ما ينتشر، كانت عندي الأخبار يعني متابعة يعني خطوة خطوة، حتى إنه كنت عاملة سرقة خوفا على الشعب وعلى جمهورية الجزائر والشعب في الجزائر، فكنت أنبههم، وكانت الصرخة قوية جدا، وقلت لهم يعني لازم تحاذروا ووقفوا التخلق كثير. أكيد نعم. عادة عندما تتغير الظروف المحيطة بشخص ما، تتغير عنده أيضا عادات وتقاليد، ما الذي تغير عند فلة الجزائرية؟ اللي تغير هو الشيء يعني ما كناش منتظرين، العالم كله، الكرة الأرضية متغيرة. في شيء إنه يعني ما إلنا إلا إنه نصلي، نكثر دعواتنا في صلواتنا. الشيء اللي تغير إنه يعني تعرفي الواحد، الإنسان لما يكون عنده يعني الناس الكبار في السن، لذلك دائما نقول لهم انه اقعدوا في الدار، يعني استحملوا القعده في الدار احلى ما يتأذوا ناس كبار في السن اللي عم تتأذوا. للاسف يعني الله يرحم كل من هم كانوا ضحايا هذا الوباء. نعم، ان شاء الله اتمنى انه يصبر اهاليهم. الله يرحمهم. هل استغلت فلة الجزائرية فترة الحجر الصحي للإعداد لأعمال فنية سترى النور قريبا؟ أكيد إنه تعلمت إني أعمل طبخات في الحلويات، أنا كنت بطبخ أشياء في تعرفي الأطباق بتاعنا في المغرب العربي، بسم الله ما شاء الله، حتى في المحاشي، لكن في الحلويات صرت أعمل قلب اللوز، صرت أعمل زلابية، صرت أعمل ديباتي سخيف، بالإضافة إلى يعني إذا ما عنديش حوالي يمكن 250 أغنية جديدة، وبالإضافة إلى الأغاني اللي حضرتها أغنيتين عن يعني تكريما إلى كل الملائكة اللي هم على الأرض اللي هم الأطباء وكل طاقم الطبي، عملت لهم اغنيتين. هل تقدري ممكن نسمع منهم شويه؟
وقبل ما ينتشر كورونا عملت شيء، فاعمل يعني عملت اغنيه له من وهان تشاينا مع الملائكه مشينا قبل ما ينتشر. وبعدين عملت اغنيه من كلمات استاذ مضاف شغاله ومن لحني كله من كلام يعني وهان او فنه هذا كلنا من وباء الكورونا. هاغني لكم هل ممكن ان تسمعينا مقطع من هذه الاغنيه؟ نعمل الصينية الأول والثانية اللي هي ألف سلامة لأطيب بالكم، نعمل اثنين في واحد. يلا ألف سلامة، يلا نبلش بألف سلامة. ألف سلامة لأطيب بالكم لو تسمحوا لو تسمحوا، ألف سلام لبياض اللون لو تسمحوا لو تسمحوا، ألف سلام والاحترام لمن صاروا في حياته خطروا من أجل سلامنا وعبرنا لهم مني، ألف سلام لو تسمحوا، ألف سلام لأطباء الكون لو تسمحوا لو تسمحوا، ألف سلام لبياض اللون لو تسمحوا، ألف سلام وألف تحية لأهل العطاء والتضحية، ممرضة طبيبة مساعدة إيد واحدة ضد الوباء لو تسمحوا. الله الله، جميلة جميلة. فلا، غدا تحل الذكرى الثامنة لوفاة أميرة الطرب العربية وردة الجزائرية، ما الذي تقوله فلا الجزائرية بهذه المناسبة؟ طبعا رحمة الله عليها، وهي طبعا لنا أشياء كثير. يعني أنا كنت في سن 7 سنين 8 سنين أسمع أم كلثوم، أسمع إسمهان وأسمع وعاشقة لوردة. فهي موجودة في فرنسا، أنا كذلك موجودة في فرنسا. اسمنا من اسم وردة، فلة اسم حقيقي. فيعني كنت بغني لها في بداية مشواري في لندن، كنت أغني لها كل الأغاني. يعني شو اللي بتسمعني؟ وكذلك يعني عملت لها أغنية الرحمة دي كلها كتبتها وغلحنتها، مزج الرحمة ليها ولينا، الرحمة ليها ولينا، آخر وأجمل وردة في بستان أهل البلدة، سويت حياتنا بالطرب ست الجزائر والعرب، بصمة تاريخها بالذهب وردتنا أميرة الطرب، وقالت ولا يصعب علينا إلا الفراق علينا يا وردتنا حبيبي. حلوة حلوة برشا. على اليوتيوب داعية ورد، أو داعية ورد هكذا يعني أغنية كثير غنيتها في وأخذت ضجة جميلة، فهكذا كرمتها كما ينبغي أن تكرم وردتنا اللي هي قدوة إلى أجيال. لو نطلب منك تغنينا أكثر أغنية أنت تحبيها لوردة الجزائرية. أكثر في أغاني الوردة الجزائرية أنا كنت أغنيها في لندن، ولكن مش ما أخذتش ضجة مثل في يوم وليلة. أنا غنيتها في ألبوم طربيات طبعا. يعني أنت يا سونيا شو بدك تسمعي؟ اللي يجي على بالك. يلا. الزمن ما بقاش حبيبنا حبيبنا حبيبنا، والسنين قالت تعبنا تعبنا،
التحصل يا ده الزمن، ما بقاش حبيبنا حبيبنا حبيبنا، والسنين قامت تعبنا تعبنا تعبنا، والليالي الحلوة عدت أيوة عدت، الأخرى عدت عرفت الأيام تسيبنا، عرفت الأيام تسيبنا، روح 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 يا قلبي، وقول يا عيني فرقوا بينك وبيني، فرقوا بينك وبيني، وناس ناس ناس ما بتحبش راحتنا، ناس كل يوم قاعدين في بيتنا يطلعوا يجيبوا سيرتنا، كل يوم نعمل ايه نعمل ايه، سكتنا حلفتنا غيرتنا على اولاد الحلال. الله 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 يرحمها، وميرسي على على الصوت الحلو. في الأخير شنو الكلمة اللي تقولها لجمهورك؟ نقولكم إن شاء الله، يعني أنا يقال إنه وشي خير، الشعب الجزائري وكل حبايبي يتبشروا بوشي، وهذه أول طلة أعملها عبر إعلام في شهر رمضان في شهر الشهر الكريم. إن شاء الله من كل قلبي يا رب إنه يرفع في، يعني ان شاء الله بكره وبعد بكره جي، ولكن ابعث رساله اقعدوا في الدار، يعني حاولوا تستحملوا، لانه يعني الوباء هذا قد يعني عدو هو انه نتجنبه، فنحاول نستحمل انه نمسك في البيت نستحمل. I know it's not easy، ولكن ان شاء الله قبل العيد ان شاء الله اختفى ان شاء الله. شكرا شكرا لك على تلبيه الدعوه المطربه الجزائريه فلة جزائريه، كنت معنا مباشره من بيروت عبر خدمه سكايب. ميرسي سونيا وميرسي للتلفزيون، كثير بحبكم وعملت حلقات معكم، ان شاء الله جديدي موجود يعني 14 اغنيه بغض النظر عن الالبوم اللي عملته 2019. شكرا. هو شوالة جزائري، ودائما ان شاء الله اوعدكم بالجديد. شكرا. واوعدكم اجي لامريكا ان شاء الله. مرحبا بك. شكرا شكرا لك.